صباح الخير او مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هعمل معاكم بقى التورلي باللحمه. انا مستخدمه هنا لحمه موزه، تقدروا تستخدموا اي نوع لحم تاني تحبوه من الاكلات الخفيفه والسهله واللايت واللي تنفع في الدايت واللي مش دايت زي ما تحبوه، تنفع لكل الناس والاطفال. وجبه متكامله فيها خضار ولحمه كده، حاجه سهله وسريعه تعمل كلها في صينيه كده بسهوله قوي. اول حاجه ده حوالي كيلو الا ربع من اللحم الموزه، ودي حله متسخنه على اعلى درجه حراره وفيها معلقه واحده من الزيت سخنه قوي. الحله حطيت فيها معلقه واحده من الزيت ونزلت اللحمه قطع قطعه كده، وبعدين زودت لها رشه من الفلفل الاسود، رشه بسيطه من حبهان الباودر، رشه بسيطه من الروزماري، وحوالي 3 ورقات لورا، ونص بصله متقطعه كده شرايح، وقلبتها لحد ما اخدت لون من الناحيتين، لون حلو كده وصدمه كويسه. وبعدين زودت لها نص طماطمايه، وزودت لها حوالي 2 لتر من الميه المغليه، وغطيت عليها وحسبها لحد ما تستوي. قعدت حوالي نص ساعه، وبعدين زودت لها شويه ميه مغليه برده طبعا، وظبطت الملح، وبعدين سبتها حوالي ربع ساعه كمان كملت التسويه بتاعتها. حضرت بقى معايا بصله كبيره متقطعه شرايح، طماطمايه متقطعه اي تقطيعه، بطاطس، جزر، كوسة، بسلة. تقدروا تحضروا الخضار اللي تحبوه، الميكس اللي يعجبكم في التورلي اعملوه. جبت صينية على النار سخنتها، حطيت فيها معلقة كده من الزبدة عشان انا عايزة اظبطها وطعمها يبقى حلو. تقدروا ما تحطوش زبدة، تحطوا زيت زيتون او تحطوا بس نقطة بسيطة قوي من الشوربة وتشوحوا فيها البصل. زودوا عليه رشة بقى فلفل اسود، رشة 7 بهارات، رشة بسيطة من بابريكا عشان انا بحبها. وبعدين زودت البسلة تتشوح مع بصل، لما البصل دبل شوية معايا زودت الجزر كمان يتشوح معايا، الكوسة، كل حاجة تاخد تقلبتين مع البهارات والبصل تاخد من طعم بعضها كده. والتتبيل يعني التتبيل ده لما نعمل ان الخضار يدبل مع بعض كده، ده بيديله طعم حلو جدا. ونزلت اللحمة كمان، اللحمة اوريدي تقريبا مستوية، وبعدين نزلت الطماطماية. لو انتوا عايزين التورلي يكون لونه محمر اكتر من كده، تقدروا تحطوا معلقتين كمان من صلصة الطماطم اللي هو معجون الطماطم. وطبعا مش هنزود مية، نزود بقى من الشوربة الحلوة بتاعتنا. زودت من الشوربة، والشوربة اوريدي انا عاملاها مركزة، فبجد طعمها مركز وخطير. حطيت كمان فصين من الثوم المفروم، غطيت عليها على العين من فوق كده حوالي ربع ساعة على نار متوسطة، وبعدين دخلتها الفرن على اعلى درجة حرارة حوالي تلت ساعة بس لحد ما الخضار يستوي، لأن اللحمة اوريدي كانت مستوية من قبل كده. وبعدين تحت الشواية حوالي 5 دقايق أخدت لون حلو. نقدر نقدمها بقى مع رز أبيض، رز بشعرية، أو عيش، أو حتى سلطة لو احنا طبعا عاملين دايت. من الأكلات السهلة والسريعة والخفيفة. وشوفوا ذوبان اللحمة عامل ازاي، اللحمة دايبة وفي نفس الوقت طعمها مش لحمة مسلوقة، طعمها اخد من طعم الخضار والبهارات، وطعمها بجد تحفة، كأنكم تبلينها مثلا من قبلها بيوم او عاملينها بطريقة خاصة، مش مجرد لحمة مسلوقة ومحطوطة مع خضار. أكلة كلاسيكية جدا فيها كل المميزات اللي نحلم بيها. أتمنى تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. بالهنا والشفا، وكل سنة وانتم طيبين.